والمساقاة والمزارعة بمعنى المضاربة من جهة رأس المال ومن جهة العمل. فرأس المال قد يكون نقود في المضاربة، وقد يكون شجر في المساقاة، وقد يكون أرض بيضاء كما في المزارعة. رأس المال إما أن يكون نقود في المضاربة، أو خدمة شجر كما في المساقاة، أو زراعة أرض بيضاء كما في المزارعة على النصف من الربح، أو ما يتفقان عليه. ممكن يكونش النص، ممكن يكون التلت والتلتين، ربع أو وتلت ربع. وتجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، معلوم انه نص، معلوم انه تلت، ومشاع معناها في كل شجر، لا يكون مثلا في الشجر الذي على جداول المياه. جداول المياه تسمى مزيانات او الربيع، لأن الشجر اللي تحت منه مية كتيرة ثمره إيه؟ ثمره قليل. المكان اللي فيه مية كتيرة قد يتعفن فيه الجذور فتقل فيه الثمرة. يعني لا يخصص جزء من الشجر ويقول له أنت لك الثمر ده ولي الباقي. عشان كده بقول مشاع في كل الشجر، لأنه قد يخصص له شيئا يأتي بثمن قليل، وقد يخصص لنفسه شجر فيه ثمر كثير وهو أدرى بنوع بالشجر اللي عنده، فيكون مشاع في كل الشجر. وهذه من أعدل المعاملات، فإن زاد زاد على الجميع، وإن نقص نقص على الجميع، لما روى عبد الله بن عمر قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، يعني على نصف من الثمار، من ثمر أو زرع. أخرجه البخاري ومسلم. وقال أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. وتجوز المزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لحديث ابن عمر وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم. يعني كانت اليهود هم اللي بيجيبوا الإيه؟ البذر والسماد والتكلفة من عليهم، يعني من عندهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، رواه البخاري. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله في المساقات والمزارعة من الحرث والإبار، الإبار اللي هو التلقيح يعني، والتلقيح شجر مؤبر يعني ملقح، وإصلاح طرق المياه، والحصاد، والدراس، والزري، لأن لفظهما يقتضي ذلك. وموضعها أن العمل من العامل
وأصل المال وما يتعلق ببقائه من رب المال، فيلزمه ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وعمل الدولاب، الدولاب السقي اللي هو السقي اللي بيسقي بيها المية يعني، وما يديره وشراء ما يلقح به أو يلقح به. فإذا أطلق العقد فعلى كل واحد منهما ما ذكرنا، وإن شرط ذلك كان تأكيدا. ومن أنواع المضاربة أيضا المسألة 135 بيقول فيها إيه؟ نوع من أنواع المضاربة برضو. ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس، على قياس ذلك، على قياس المضاربة والمزارعة. يعني لو واحد عنده تاكسي يملكه وأعطاه لسائق على أن يكون العائد له للسائق نسبة فيه كالربع أو الثلثي وما شابه ذلك، يجوز كالمضاربة. يبقى رأس المال عبارة عن دابة أو سيارة أو تاكسي على قياس ذلك، لأنه يشبه ما لو دفع ماله إلى من يتجر فيه والربح بينهما، ويشترط أن يكون ما بينهما معلوما، مش معلوم فلوس معينة، لا، نسبة معلومة كالنصف أو الربع أو الثلث. لما هاجر المهاجرون إلى المدينة وكان أهل المدينة أصحاب أرض وزراعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ندب أهل المدينة اللي هم الأنصار أن يعطوا أرضهم للمهاجرين أن يزرعوا، إما أن يعطوها منحة، منحة لأنهم أصلا كانوا عندهم أصل مساعدة المهاجرين. فالذين وصفوا بقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أيمنع الأرض منحة؟ هيمنحها منحة؟ ما يمنعهاش. فقال ممكن يعطيها لأخوه منحة، وممكن يعطيها لأخوه بالإيجار، إيجارة ثمن إيجارة الأرض، وممكن يعطيها لأخيه مزارعة أو مساقاة. خدت بالك؟ لكن منعهم أن يعطوها على جزء من الثمار تكون بجوار جداول المياه، فربما أعطت كل الحديقة ثمارها طيبة وهذا المكان لا يعطي ثمار طيبة، فربما كانت المخابرة هذا الجزء الممنوع. فالنبي أباح لهم أن يعطيها لأخيه منحة أو إجارة أو مزارعة أو مساقة، أما ما كان على جداول المياه اللي بتعطي ثمرة قليلة على أن لهم هذا الجزء فقط، فمنع من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتصادم مع العدل. إنما العدل أن تكون الثمرة جزء مشاع من كل الشجر، جيده وغير جيده. بالمزارعة والمساقاة نكون أنهينا الكلام عن الشركات بأنواعها، ونتوقف عند باب إحياء الموات. أنتوا هتمتحنوا في أبواب إيه؟ الزكاة والصيام والحج. ماشي، زكاة وصيام وحج. خلاص.
ممكن هننظر في البيوع يعني. ها؟ يكفي الحج مع مع الابوه. ماشي خلاص. ما اللي انت مش هتمتحن فيه السنه ده، هتمتحن فيه السنه الجايه إن شاء الله. نعم. كتاب الزكاة. يشترط في الزكوات أن تكون بلغت نصاب. إحنا بقى بنراجع مع بعض. يشترط في الزكاة أن تكون بلغت إيه؟ نصاب، وحال عليها الحول. في أي الأموال يشترط الحول، وفي أي الأموال لا يشترط الحول؟ ها؟ أيوة أيوة. طب ما في كمان لسه الانعام والانعام بانواعها، ابل وبقر وغنم، يشترط فيها الحول ايضا. واتوا حقه يوم حصاده، ده ما اشترطش فيه الايه؟ الحول. وفي حاجه كمان، الركاز والزرع. الركاز والزرع يعني يكتمل نماؤه بدون حول، نماؤه بيكتمل بدون حول. طيب النصاب، النصاب في الأموال، والنصاب في الزروع، والنصاب في أول نصاب الإبل، وأول نصاب البقر، وأول نصاب الغنم. بلاش الجدول، بلاش الجدول دلوقتي يعني. ها؟ ها؟ أول نصاب الإبل خمسة وفيها شاة. جميل. لو بلد 25 يبقى فيها إيه؟ طيب أول نصاب البقر. ها؟ 30. أول نصاب البقر 30، وأول نصاب الغنم 40 إلى 120، 40 إلى 120. نصاب الزرع كم كيلو تقريبا؟ 600 كيلو تقريبا، 612 تحديدا. ماشي. نصاب الذهب، نصاب الفضة 595 جرام. بالنسبة للزرع، ما سقي بالآلة وما سقي بالراحة. العشر ونصف العشر. طيب نص سنة بالآلة ونص سنة بالراحة. ها؟ لا، نص سنة بالآلة ونص سنة بالراحة. ها؟ ما احنا قلنا نصف العشر بالآلة والعشر بالإيه؟ بالراحة.
ده نص السنة آلة ونص السنة راحة، يبقى تلات أرباع عشر. تلات أرباع عشر للجمع بينهم، احسبها، ده مسألة رياضيات. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هذه خاصة بزكاة ها الأنعام، خاصة بالإيه بالأنعام. طب لو جماعة بيجمع فلوس في شركة مساهمة، نقدر نقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع؟ لو جماعة في شركات، في شركة مساهمة، جماعة دخلهم بدون النصاب بما هو أقل من النصاب، وجماعة دخلوا بالنصاب، لكن مجموع أموال الشركة بلغت نصاب، ممكن نطلع عن الكل باعتبار الجمع بينهم؟ الجواب لا، لأن الجمع يؤثر في الأنعام وليس في الإيه؟ وليس في الشركات المساهمة، لأن الحديث خص الأنعام بذلك. هذا الجمع قد يزيد وقد ينقص مقدار الخارج. عاوزين أمثلة، أمثلة بتزود وأمثلة بتنقص. احنا قلنا الغنم مثلا من 40 إلى 120 فيها شاة، متى ينقص؟ هيطلع شاة واحدة بكل واحد نص، ولو كان كل واحد لوحده كان طلع شاة، يبقى كده نقص إلى النصف الاجتماع. ومتى يزيد؟ متى يزيد؟ واحد كان واخد واحد، بص واحد داخل بتسعة وتلاتين والتاني داخل بواحدة، هيطلع واحد. اللي كان داخل بتسعة وتلاتين ده لو ما اجتمع، لو لم يجتمع ما كانش عليه، فدخل مع واحد مع 40، فصار بينهما النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فادعوهم إلى خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فادعوهم إلى زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. ما المقصود بكرائم أموالهم؟ النفائس. طب ولو خد من النفائس دي تعمل ايه؟ هتكسر قلب الغني. هتكسر، يعني مطلوب اخذ الزكاة من الغني بس مش مطلوب كسر ايه؟ قلبه، مش كده؟ فماذا فعلت الشيوعية والاشتراكية؟ كانت اشتراكية في الفقر، بيقول لك كانت اشتراكية في الفقر. هذا المعنى وإياك وكرائم أموالهم موجود في زكاة الإبل. كيف تستخرج من زكاة الإبل هذا المعنى؟ وده أنا نبهت عليها كتير يعني. هذا المعنى موجود في زكاة الإبل. أفكركم إن الخمسة فيها شاة والعشرة فيها شاتين والخمستاشر فيهم ثلاث شياه والعشرين فيهم أربع شياه، لماذا لم يأخذ من جنس المال وعدل إلى غير الجنس؟ لماذا؟ لأن الخمسة والعشرة والخمستاشر والعشرين لا تحتمل المواساة بواحد منها، تبقى فيها ظلم للغني يعني. الخمسة والعشرة
والخمستاشر وعشرين لا تحتمل المواساة بواحدة منها، فلما بلغت خمسة وعشرين احتملت المواساة بإيه؟ بواحد منها بعير، بس لما بلغت خمسة وعشرين. لأن الأصل في الزكاة إنها بتأخذ من جنس المال، زكاة المال بتخرج مال، زكاة الزرع بتخرج زرع، زكاة الغنم بتخرج غنم، زكاة الإبل بتطلع إبل إلا في خمسة وعشرة خمستاشر عشرين، صح كده؟ الإبل هنقول بنت المخاط سنها كام وبنت اللبون سنها كام والحقة سنها كام والجزعة سنها كام، ده احنا مليناها في ورقة كده. بنت مخاط عندها ماشي، وبنت اللبون عندها سنتين وهكذا، والحقة عندها ثلاث سنين، والجزعة برضو اسمها الشابة الفطية القوية، يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومه، يعني شابا فتيا قويا. الجزع عند أربع سنين، سنية الماعز عندها سنة، وجزعة الضأن عندها ست أشهر. طيب اللي عندها سنة من البقر بنسميها ايه؟ اللي عندها سنة من البقر بنسميها ايه؟ تبيع. والمسنة عندها كام؟ عندها سنتين. خلي بالك ان في ثلاثين تبيع وفي اربعين من البقر مسنة، في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. في أي أنواع الزروع تخرج الزكاة وفي أي أنواع الزروع لا تخرج الزكاة على قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة؟ ما احنا قلنا خلاف الأبي حنيفة، احنا بنقول قول الجمهور. انت بتحكي عن أبي حنيفة ولا الجمهور؟ انا بقولش أبي حنيفة، بقول الجمهور. انا بسأل عن قول الجمهور في اي الزروع تخرج الزكاة وفي اي الزروع لا تخرج الزكاة. ها؟ المدخر المقتات. طيب يبقى اللي ما بيطلعش عليه زكاة خضروات وفواكه وقطن وكتان وبوص. هل يخصم من زكاة الزرع ثمن السماد وأجرة الآلات والمحراث وآلات الدراس، يحسب الثمن ويخصمه من الزرع وبعدين يقول أزكي؟ لا، يزكي الزرع حيثما كان، ولا يخصم ثمن الدراس والسقيا والسماد. هل يضم الغنم إلى البقر في تكملة النصاب؟ ها؟ لا، لأن ده نوع وده نوع. هل يضم الفضة إلى الذهب لتكملة النصاب؟ الجواب لا، لأن ده نوع وده نوع. طيب الفلوس اللي عندك في البيت
نصابها ذهب ولا نصابها فضة؟ ذهب، لأنهم لما طبع ورق البنكنوت كان رصيده في البنك إيه؟ ذهب. لو التمر أنواع يضم بعضه إلى بعض، يضم لأن كله تمر، حتى الحنطة لو كانت أنواع يضم بعضها إلى بعض لأنها كلها حنطة. أنت عندك أكثر من 20 نوع أو أكثر من التمر يعني. الخارج من البحر كالسمك والعنبر واللؤلؤ والمرجان عليه زكاة؟ لا زكاة فيه. تدرج الخارج من الأموال من خمس إلى عشر إلى نصف عشر إلى ربع عشر. المتأمل في هذه النسب يجد إيه؟ المشقة. كلما ازدادت الراحة في الحصول على المال كالركاز، كلما على مقدار الخارج الخمس 20%، وكلما ازدادت المشقة يعني السقيا بالراحة وبالآلة، فرق مشقة بقت عشر وإيه ونص عشر. وأتعب الأموال في اجتلابها بتاعت التجارة، بيسافر ويهرق ويروح ويجي ومعرض للمخاطر وهو إلى آخره، أصبح ربع العشر 2.5%، يعني من 20% لـ2.5% مراعاة للتعب والإيه، بخلاف الضرائب. بتاع الضرائب ما بيعتبرش لا مشقة ولا مشقة، لأن هذا تشريع حكيم خبير سبحانه وتعالى، غير تشريع البشر يعني. ما الراجح في زكاة الحلي؟ حتى ولو كانت للزينة وللاستخدام، حتى ولو كانت للزينة والاستخدام يخرج عنها مرة واحدة في العمر ولا كل سنة؟ كل الراجح كل سنة، لأن المال الذهب ده مال. وبعدين روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنت، في يد البنت فتخات من ذهب، فقال أتؤدين زكاته؟ كانت الذهب ده ملبوس ولا مش ملبوس؟ مستخدم ولا مش مستخدم؟ النبي سألها ما سألهاش، قال لها سألها يعني الاستخدام ولا لا، ما سألهاش، قال لا أتؤدين زكاته؟ قالت لا، قال هو حسبك من النار، يبقى كان لازم تأدي ايه زكاته من أموالها ولا من أموال جوزها. المهم الفقير يوصل له الزكاة، يطلع من مالها ماشي، من أموال زوجها ماشي، وهو لما زوجها بيحتاج الذهب بيعمل ايه بيبيعه، ولما بيحتاج الزكاة عليه بيدفع، فالغرم مقابل الايه الغنم. ولما روى طاووس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عادي الارض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد، يعني هي الاصل انها ملك لله وللرسول، يعني بيحكم فيها بشرع الله سبحانه وتعالى. ومعنى عادي الأرض إيه؟ اكتب كده، عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا
فنسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم إليهم، كل أثر قديم نسبه إلى قوم عاد، فقال عادي الأرض. حتى الأرض اللي هي عن قوم عاد أصبح لم يكن لها مالك فيملكها من أحياها. الحديث بتاع طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم ده مرسل، هو في الإرواء برقم 1549. ولماذا هو مرسل؟ لأن طاووس تابعي ولم يذكر الصحابي. ولأنه في دار الإسلام فيملك كاللقطة. الثانية لا تملك لأنها إما لمسلم وإما أن تكون ملك الزمي أو لبيت المال، فلم يجوز إحياؤها كما لو تعين مالكها. وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، والمرجع في ذلك إلى العرف، فما تعرفه الناس أنه إحياء فهو إحياء لأن الشرع ورد به ولم يثبته فيرجع فيه إلى العرف، كما رجعنا إلى ذلك في القبض والإحراز. القبض قبض دنانير غير قبض الزرع غير قبض السيارة تسليم مفاتيح غير قبض الشقة غير قبض الأرض. الأرض بتعمل فيها حديد بداية ونهاية مش كده، يبقى أنت كده استلمتها. الشقة خدت المفتاح وعينت، فكل حاجة لها نوع القبض بتاعها. العربية استلمت مفاتيحها وعينتها. الدراهم قبضتها حطيتها في جيبك، دي صور القبض المختلفة باختلاف العرف يعني. والإحراز، إحراز السيارة في الجراج، إحراز البهائم في الحظيرة، إحراز الغلة والذرة في الجرن، إحراز المال في المحفظة والمحفظة في جيبك. لأن المال الغير محرز لو اتسرق لا يقطع سارقه، صح؟ لأن الحرز شرط في السرقة، شرط في قطع يد السارق أن تكون بلغت النصاب وأن تكون مسروقة من إيه؟ من حرز، من حرز. أنت لو سبت حاجة في الشارع من غير حرز أنت الملام. هو الحرامي ساعتها يعذر لأنه لم يأخذها من إيه؟ من حرز. وحرز كل شيء بحسبه كما ذكرت لكم بالجراج، ولو تحت البيت يبقى صوته، يبقى ودنه تجيب صوت الموتور لو دار. إذا بقول لك حرز الإبل لو هو راكب قطر إبل يبقى راكب على الجمل الأولاني وعينيه جايبة الجمل الأخراني، يعني ما فيش إهمال لأن المال السايب بعلم السر. ده هو بيقول لك العرف بيختلف في القبض والإحراز وكذلك في نوع عمارة الإيه؟ الأرض. فإذا ثبت هذا فإن الأرض تحيا دارا للسكن أو حظيرة أو مزرعة أو مخزن. فأما الدار في أن يبني حيطانها وسقفها لأنها لا تكون للسكن إلا كذلك. وإن أرادها حظيرة فأحياؤها بحائط جرت به عادة مثلها، يعمل لها سور يعني. حظيرة يعني متصورة من كل جهة.
وإن أرادها للزراعة بأن يحوط عليها بتراب أو غيره مما تتميز به عن غيرها، ويسوق إليها ماء من نهر أو من بئر، فإنها تصير محياة من بعد ممات يعني. وإن لم يزرعها، لكن هيئها للزراعة، وإن كانت من الأرض التي لا تحتاج إلى ماء، فأن يعمل فيها ما تتهيأ به للزراعة من قلع أحجارها وأشجارها وتمهيدها. وذكر القاضي رواية أخرى في صفة الإحياء، وهو أن يحوزها بحائط، يصورها يعني بصور، أو يجري عليها ماء، لما روى ابن عبد البر في كتابه عن سعيد وغيره من أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. إسناده ضعيف. عن جابر عن النبي ولأن الحائط حاجز منيع، فكان إحياء أشبه ما لو جعلها للغنم حظيرة. حتى لو كان الحديث ضعيف، فهذه صورة من صور العرف في الإحياء أو حجز المكان للإحياء، لكنه لو حجز المكان ولم يحييه ينزع منه ويعطى لمن يحييه. انت عطلت الارض ليه؟ عشان اعمل فيها كذا كذا. ما عملتش ليه؟ يا اما تعمل يا اما تنزع منك الى غيرك. وان حفر بئرا فوصل الى الماء يملك حريمه، ملك حريمه. البير له حريم، قطعة من الأرض مساحتها كذا حوالينا. مش بقول لك دي الترعة، ترعة القصد ديت لها حريم، حريم الترعة وحريم الشط بتاعها يعني، مملوك لمين؟ لوزارة الري. حريم ترعة القصد كذا متر جنب الترعة اسمه حريم الترعة، حريم النهر ده ملك لمين؟ لوزارة الري. يعني انت ما تجيش على شط الترعة ديت وتبني لي مش عارف ايه، تيجي تاني يوم شايلينها ليه؟ أقول لك ده حريم النهر. كذلك للبئر الذي يفحره حريم المساحة اللي هي هتبقى فيها النشاط. نشاط ايه؟ نشاط السقية من البئر. حريم البئر قد ايه؟ 50 ذراع من كل جانب. يا سلام، يعني انت عاوز تطلع قوانين هتلاقي، صح؟ عاوز تطلع من الشريعة قوانين لكل حاجة ظرف في حياتك هتلاقي، حتى مساحات الشوارع هتلاقي مساحات الشوارع في الشريعة. ده في ألمانيا عملوا جمعية القانون الدولي منسوبة إلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، في كتاب ألفه اسم السير الكبير. السير جمع سيرة، فيها أحكام الدولية، الأحكام عند تنازع الدول في الحرب والسلم، المرجع من مراجع القانون الدولي كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. عملوا جمعية، الألمان اللي عملوها، الألمان عملوا جمعية في ألمانيا اسمها جمعية محمد بن الحسن للقانون الدولي. انت تعرف احنا هنطبق الشريعة امتى؟ لما ألمانيا تطبقها. انا قريت تصريح قريب ان وزير العدل
الألماني قال احنا هنستقي القوانين بتاعتنا من الشرائع الإسلامية. فاحنا اصلحنا، احنا بنحب الغرب وبنقلد الغرب، فهنقلده لما يطبق الشريعة. او هم يجي يفتحوا بلادنا، يجي يفتحوا بلادنا اما يسلموا، يعني يفتحوا بلادنا احنا بالاسلام. الشيباني عامل كتاب، هم استخلصوا القوانين من ان كان كذا يبقى كذا. انت عارف المسائل الفرضية، المسائل الفرضية قاعد يفترض في السلم والحرب مسائل واجرى عليها الاجابات بتاعتها، خدوا منها القوانين بتاعت قانون الدولة. طبعا ما هيجيبها منين؟ محمد بن الحسن صاحب ابو حنيفة. باب الجعالة. الجعالة عقد، اكتب كده، عقد غير مقدر التعب ولا ساعات العمل. لأن هناك في باب الإيجارة هتلاقي الإيجارة نوعين، إيجارة عمل ساعات معينة أو إيجارة على إنتاج قدر معين. ففي إيجارة على الإنتاج وإيجارة عمل عدد ساعات. الموظف في الحكومة قاعد عقده اسمه عقد انحباس، قاعد 7 ساعات لما يطلب منه، ان طلب منه عمل بيعمله، ان لم يطلب منه قاعد لحد ما ينصرف معه مع مواعيد الشغل، الساعه 3 بيمضي ويروح. ممكن يوم يعمل فيه 7 ساعات ويوم تاني ممكن يعمل فيه 4 ساعات، ممكن يوم يعمل فيه 2 ساعة. صح؟ بيحصل زي موظف يقول لك انا شغلي كله في الشهر 2 ساعة، براجع حسابات في الشهر كله 2 ساعة، بتعمل ايه؟ قالك براجع حسابات، بس بروح مع الموظفين وامضي وامشي مع الموظفين وامضي. اسمه عقد ايه؟ انحباس. وفي عقد انتاج، انت جبت بنا يبني لك 1000 طوبة، ها؟ بناهم في يوم هياخد اجرته يمشي، لو بناهم في نص يوم هياخد اجرته يمشي. فانت طالب منه انتاجية معينة، خلصها في يوم، خلصها في نص يوم، انت مش بتشتغل بالساعات، انت شغال بالانتاج، على عكس الايه؟ الانحباس. ولا يجتمعان في عقد واحد، ما تقولش انحباس وانتاج مع بعض، ما ينفعش، لانه ممكن يخلص انتاجيته في زمن اقل، تحبسه انت ليه في بقية الزمان وانت متفق مع الالف طوبة وخلصهم العصر، ليه تقعدوا للمغرب؟ هتشغلوا ايه؟ يفحت في الارض؟ مش هيرضى يفحت طبعا. فاحنا قلنا الإيجارة نوعين. طيب ايه الجعالة بقى؟ الجعالة عقد غير مقدر التعب ولا ساعات العمل، لا هو بالإنتاج ولا هو انحباس، ولكن ايه؟ اللي يجيب الحاجة التايهة ديت، اللي يجيب الجمل التايه ده هياخد 100 درهم، هياخد 50 درهم. واحد ممكن يجيب الجمل التايه ده اهو بعد ربع ساعة وياخد 50 درهم، ممكن واحد يقعد 3 ساعات و4 ساعات وما يجيبوش. صح؟ فهي غير محددة الساعات ولا مقدرة الايه؟ التعب. اسمها الجعالة، مكافأة للي يجيب كذا.
وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، زعيم يعني الضامن. الآية دي فيها نوعين من الإيه، فيها الضمان وفيها جعالة في أي واحد. ولمن جاء به حمل بعير دي الجعالة، وأنا به زعيم يعني ضامن ده العقد الثاني. وروى ابن مسعود، روى أبو مسعود غير ابن مسعود، أبو مسعود البدري، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول إيه؟ وروى أبو سعيد الخدري. طيب ماشي، عموما هم كلهم صحابة والصحابة كلهم عدول. أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم، لم يستضيفوهم، لا أكلوهم ولا شربوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم، يعني لدغه عقرب، فقالوا هل فيكم من راق ما حدش يجير سيدنا وزعيم قبلتنا؟ فقالوا لم تقرونا، انتوا حتى ما فكرتوش تستضيفونا ولا تأكلونا أكلة ولا تشربونا شرب. فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لم تقرونا، انتوا لم تضيفونا، فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيع شياه، قطيع غنم، ده مكافأة إذا شفي سيدهم من لدغ العقرب. فجعل رجل منهم يقرأ بأم القرآن ويجمع ريقه ويدفل، فبرئ الرجل اللي هو سيد القوم، فأتوهم بالشاء فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك أنها رقية، خذوها واضربوا لي فيها بسهم، صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها فجاز كالأجرة. ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه، لأنه لم يعقد العقد قبل الإتيان باللقطة، يعني لأنه يجب عليه ردها بدون مقابل، يعني لأنه يجب عليه ردها إذا وجدها، فلا يجوز له الأخذ على الواجب. باب اللقطة. ويكون جعلا وليس أجرة، ما يشترطش ما يبقاش أجرة، يعني لا يشترطوا هذا المعنى. نعم. اللقط على ثلاثة أضرب، أحدها ما يقل قيمته، اثنين الحيوان الذي يمتنع بنفسه، ثلاثة ما تكسر قيمته ولا يمتنع بنفسه. ما تقل قيمته يجوز أخذه والانتفاع به،
انت ماشي في طريق لقيت قلم رصاص او قلم جاف، قلم جاف ده تمنه قد ايه؟ جنيه. لو وقع منك مش هترجع تدور عليه، صح؟ يبقى اذا التقطته تنتفع به في الحال. هو مثل بالصوت والشسع والرغيف، احنا مثلنا بالقلم الرصاص والقلم الجاف والاشياء اللي هي لو وقعت منك انت مش ترجع تدور عليه. ها؟ شسع النعل، الحاجة اللي السير اللي بتاع اللي بيربط به النعل يعني. يملك بلا تعريف، لما روى جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. أقول لك حديث كمان يفيد الموضوع ده، روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لا أكلتها. يبقى التمرة ممكن تكون لقطة بس شيء زهيد أنت تلتقطه تنتفع به، لأن ما حدش هيطلبه. إيه اللي منع النبي؟ خشي أن تكون من الصدقة، وهذا من باب الورع، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الورعين وسيد المتقين صلى الله عليه وسلم. والحديث ده بيعطي أصل من أصول الإيه؟ الورع. الورع أن تترك ما فيه شبهة، الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشيء انت مش عارف ده حلال ولا حرام، ومنه ايضا كما قال الشيخ نجيب المطيع والامام النووي قال ما اختلف فيه العلماء بين محل ومحرم. النوع الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل والخيل والبقر والبغال. بقول لك لو التقطت، لو لقيت ابل او خيل او بقر ما تقولش دي لقطه. ليه؟ اصل انت ما تخافش عليه، لو قابلت سبعه هترفصه وتحمي نفسها، فانت مش هتاخدها تحميها، مش زي الشاه والماعز اللي ممكن تكون حد يفترسها. فلا يجوز التقاطها لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل في حديث زيد بن مالك قال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها، فإن معها حذاءها خفها يعني رجليها بتضرب به، وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها اللي هو صاحبها يعني، سيبها لحد ما صاحبها يروح يدور عليها يجيبها. الحديث متفق عليه. ومن أخذ هذا لم يملكه ويلزم ضمانه. لأن ليه يلزم ضمانه؟ ليه؟ لأن الشارع لم يأذن له في التقاطه، وقد أخذ ملك غيره بغير إذنه. النوع الثالث ما تكسر قيمته كالأسمان، دراهم ودنانير يعني، جنيهات، دولارات، ريالات، اسمها ايه؟ اسمها أسمان. والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا عام في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه. يعني ايه وصفه؟ يعني انت قلت في حاجة تايهة اللي يجيب أمرتها يبقى هو صاحبها، ده معنى ايه؟ فوصفه. انت لو قلت
عدد كذا جنيه هتلاقي 10 بيقولوا ده بتاعتي، 10 هيقولوا ده بتاعتي، ما دام انت قلت 10 جنيه يبقى هي دي ال 10 اللي انا عاوزها. لكن لو قلت انا لقيت فلوس، واحد يقول لك 10، واحد يقول لك 5، واحد يقول لك 3، واحد يقول لك 1000، كل واحد هيخبط خبط ايه؟ خبط عمياء. فلذلك كنت انت عاوز تدلل تقول حاجه تايهه وتليفوني اهو، اللي يجيب امرته يبقى هو ده صاحب. ده كلمه ايه؟ فوصف، فمن جاء فمتى جاء طالبه فوصفه. يعني انت ما تبينش وصفه كمان، لان كل الناس هتدعيه، كل الناس الا من رحم ربه، يعني الا من رحم ربك. فوصفه دفع اليه بغير بينه، مش لازم يجيب 2 شهود. يعني لما روى زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق اللي هي الفضة، فقال اعرف وكاءها وعفاصها، الكيس والرباط بتاعها، ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه، أو قيمتها، افرض حاجة بعد العام أنت انتفعت بيها وجه طالبها وهي استنفذت، وفي حاجات سريعة الفساد مش هتستنى سنة ولا شهر، صح؟ إن انتفعت بيها يعني خشية فسادها أو سرعة فسادها، تضمن لصاحبها إيه؟ قيمتها. فإن لم يعرف ومر على سنة فهي كسائر أمواله، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك، أو مثله أو قيمته، مش كده؟ وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف، يعني قبل مرور السنة يعني، أو بيعه ثم يعرفه. يعني في حاجات بيسرع إليها الفساد زي الخضروات والفواكه والحاجات ديت، لأن في حديث زيد وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني إما أنت تاخدها تحفظها لصاحبها، أو ياخدها مثلك يعرفها، وإن لم يأخذها أحد هتبقى من نصيب الذئب يعني. وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعدي فلا ضمان فيها، لأنها عنده أمانة، فهي كالمودع. فصل في اللقيط. من ضمن أنواع اللقطة الطفل اللي ملوش أهل. خلي بالك، الطفل اللي ملوش أهل ده في دار المسلمين بيبقى إيه؟ مسلم. ما احنا قلنا وكاءها وعفاصها، الكيس والرباط بتاعها. ان كانت بلد مسلم شعبا وحكومة فاللقيط هناك يبقى ايه؟ مسلم. اذا كان مسلم شعبا وحكومة غير اسلامية، يعني بلد محتل ولكن الشعب مسلم، خدت بالك؟ يبقى اللقيط ده ايه؟ مسلم. لان هو هنجيب لقيط من غير الشعب، يبقى هو ابن اختلك، وبيبقى الحكم اللي ايه؟ لهؤلاء الاغلبية. بخلاف ما لو التقط في باريس، لو التقط في باريس يبقى ايه؟ كاثوليكي. لو التقط في اثيوبيا هيبقى ارثوذكسي، خدت بالك؟ لو التقط في القدس وهي بلاد محتلة يبقى ايه؟ يبقى مسلم، صح. فاللقيط بيتبع الديار اللي هو فيها وأغلبية الشعب اللي هو موجود ايه؟ موجود فيه. طب احنا هنقف عند فصل في اللقيط، شوف ثم نرى احكامه ان شاء الله تعالى. اكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله.